مالتها شلون تشتغل هاي المدرجة. اوكي حكينا على الميكانيزم شلون تشتغل، شلون الباث فيزيولوجي مالتها، ومن الميكانيزم عرفنا شنو السايد افكت مالتها. عندنا بين النستيرويد والانتي انفلاماتوري دراجز اكو شغلات مهمه اللي هو مقسمه الى ساينتفك نيم والتريد نيم او البراند نيم، والاهم من عندنا قلنا احنا اتفقنا عليه هو ساينتفك نيم. طبعا هذا الجدول كلش مهم ضروري واحد يحفظه، اقلها يحفظ ساينتفك نيم ويحفظ مقابله حتى لو براند نيم واحد يستفاد من عنده. الدوزات والجرع الموجوده هنا مو ضروريه، ما نطالب احد بيهم، بس الاسماء الساينتفك والبراند نيم من الممكن ان يجي براند نيم، فكلش ضروري واحد يفهمه. اوكي كل هذه النانستيرويدات اللي حكينا عليها لحد السيليكوكسيب ذن كلهن الفوق لحد اخر واحد الفوق كلهن ذن يعتبرن نان سلكتيف، واقصد نان سلكتيف انه يشتغلن على سايكلو اوكسجينيز تايب 1. اوكي بينما الواحد اللي هو السيليكوكسيب هذا يعتبر سلكتيف ويشتغل على سايكلو اوكسجينيز 2. هسه واحد يقول ليش بس سايكلوكوكسيد؟ طبعا هواي كلش مصنعات غير سايكلوكوكسيد، لكن بسبب انه فيري اكسبنسيف الاسعار مالته كلش غاليه، ولهذا السبب انه السايكلو مو متوفره بالعاده، اغلب الاشياء مو متوفره بالعراق خصوصا ان ذن سلكتيف تايب 2. سيليكوكسيد حتى هو موجود بس السعر مالته كلش غالي، هذه الاشياء غاليه تعتبر. اوكي فعلى الاغلب احنا شاي نشتغل نقطه انه هو النون سلكتيف سايكلو النون سلكتيف سايكلو اوكسجينيز اللي هو تايب 1 اللي تشتغل على تايب 1، وبنفس الوقت احنا من نطين نحاول نتعامل ويا المشاكل اللي راح تصير معها. مثلا صار عنده قرحه بالامعاء نحاول نطي وياها بروتون انهبيتر اللي هو قلل الاسيديتي، صار عنده فلان شيء صار عنده فلان شيء نحاول نتعامل ويا السايد افكت مالت. اوكي يا شباب واضح لهنا؟ واضح دكتور. سلايد اللي ورا عندنا الميفانيميك اسيد دائما يجي عليه البونستان، هذا كلش ضروري تعرفونه. اوكي الميفانيميك اسيد حتى الموبك، كل الاسماء ساينتفك مالتهم مهمه. الثيرابيوتيك اكشن شنو الاستخدامات اللي تصير؟ الاستخدامات مال النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري، احنا اتفقنا انه النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج تشتغل على ثلاث محاور. المحور الاول هو انتي انفلاماتوري افكت، المحور الثاني هو انالجيزيك افكت، والمحور الثالث اللي هو الانتي فايروس. اوكي قلنا المين الشغل مالته الاساسي هو يشتغل على البروستاجلاندين، تقلل السنتس مال البروستاجلاندين. اذا قل السنتس مال البروستاجلاندين احنا نعرف عندنا هواي رينج من البروستاجلاندينات، بروستاجلاندين اي، بروستاجلاندين اف، والى غيره من البروستاجلاندينات. فهذا البروستاجلاندين مالته حسب نوع البروستاجلاندين راح يشتغل. اوكي يعني مثلا بروستاجلاندين على الحراره اذا قلل راح تقلل التمبرتشر، البروستاجلاندين على الانفلاميشن اذا قلل راح تقلل الانفلاماتوري بروسس، والبروستاجلاندين المسؤول على البين الانالجيزا اذا قلل راح يعطينا الانالجيزا كيف. اوكي يا شباب وحكينا معلومه مهمه، قلنا الباراستمول ليش خليناه وحده بكلاس وحده، عرفنا ان الباراستمول هو خارج هذا التصنيف لان ما بي انتي انفلاماتوري اكشن. اوكي واحده من القضايا اللي تصير اللي هو شلون الانتي بايروتيك افكت، هذا حلو مال الانتي بايروتيك افكت، يقول لك انه النستيرويد الانتي انفلاماتوري النقطه الثالثه الاخيره انه النستيرويد الانتي انفلاماتوري قل نوع من البروستاجلاندين اللي هو بروستاجلاندين اي. اذا قل البروستاجلاندين اي هذا راح يوصل للثيرمو ريجوليتوري سنتر، تعرفون انه الانسان موجوده به الهايبوثالامس اللي هي تشتغل مثل الثيرموستات مال الثلاجه، يعني تحرر الانسان وتبرده حسب التمبرتشر مالته، حسب الانفايرومنت مالته، حسب الظروف المحيطه به. اوكي فنقل البروستاجلاندين يقل الهايبوثالامس، يا ترى قل البروستاجلاندين فالثيرمو ريجوليتوري سنتر. العفو بس دقيقه ان شاء الله واجدكم.
اوكي يا شباب، فرجع للسلايد اللي وراء قبل العفو اذا ما صار زحمه. مصطفى دكتور يمكن فصل يمكن النت صوتك راح، هسه تو رجع. لا صوتي اجاني، شو اسمه، انا قاعد بال تمام بالشغل، فاجاني احد مراجع وراح احتذر جدا. اوكي فرجع للسلايد اللي قبل مصطفى. اها اي، فقلنا بنقل البروستاجلاندين اي 2 يروح للثيرموستات اللي هو الهايبوثالاموس. يا ابي الهايبوثالاموس انه هذا البروستاجلاندين مختص بالحراره، والحراره مرتفعه فاريد تقللي لنا الحراره. زين ابو هاي الهايبوثالاموس شلون راح تجيب التريجر مالته انه قلل البروستاجلاندين؟ اوكي يعني الهايبوثالاموس والثرمو، الهايبوثالاموس فيها هواي اجزاء مسيطره على الجسم، واحد من الاجزاء مسيطر على الحراره. فهذا الجزء اللي مسيطر على الحراره من عنده شنو التريجر مالته، شنو اللي شغله ويطفي؟ في شغله البروستاجلاندين. يرتفع البروستاجلاندين معناته الحراره قليله، اوكي صعد الحراره كانفلاماتوري ريسبونس. اوكي يقل البروستاجلاندين عن طريق ان نسيرودال انتي انفلاماتوري، معناته انا اريد اقلل حراره الجسم، تبدا تشتغل الثرموستات اللي هو الثرموريجوليتوري اللي هو الهايبوثالاموس. فايش يسوي هذا؟ يسوي لنا فازودايليتيشن، فازودايليتيشن وسواتن. وتعرفون انه البخار شو يسوي؟ يقلل درجه الحراره اللي هو بالتبخير، هذا فقدان درجه الحراره بالتبخير، بالتبخير العفو. واضح يا شباب؟ واضح الباثوفيزيولوجي مال هذه القضيه؟ واضح. جيد. السلايد اللي وراه. الاستخدامات مالته احنا قلنا هواي تستخدم قضايا من عندها هي الانتي انفلاماتوري وكلش الاستخدام مالته. اكو احنا عندنا مجال كامل اللي هو يسمونه روماتولوجي، راح تاخذونه ان شاء الله، اللي هو فرع روماتولوجي اللي هو متخصص بالروماتيزم وجماعته هاي السوالف، يعني شغلات المفاصل. اوكي فدني هو تقريبا يعتبر ان الفيرست لاين بالتريتمنت مالته ان السيرودال انتي انفلاماتوري. اول شيء يكون هو ان السيرودال مثلا شنو اللي الانتي انفلاماتوري هنا؟ طبعا هو انتي انفلاماتوري اند انرجيزيا، قضايا المفاصل اللي يصير عندهم الم كلش قوي. وانا استفاد من الشغلتين، هم راح اقلل الالتهابات، وهم بنفس الوقت هو انالجيزيا الى خفف الالم عنه. اوكي اللي هو مثلا روماتويد ارثرايتس، سامعين بروماتويد ارثرايتس؟ عندكم عندكم فكره عنه؟ اللي هو الروماتيزم نفسيته، اكو ناس يقولون اوف انون ميكانيزم، اكو ناس يقولون هو اوتو اميون ديزيز، واي الى باثوفيزيولوجي ثيوريز. اوكي اوستيو ارثرايتس نوع من الاوتوماتيك، ايش اسمه، العفو، روماتيك ديزيز. الجاوت، شنو الجاوت دكتور؟ ده النقرس. النقرس النقرس دكتور، اليوريك اسيد يزيد ويترسب بالمصر. فيري فيري جود. عاد دكتور الهايبر يوريسيميا، احنا نعرف انه البروتين اللي ناخذه راح يتحول بالاخير المن الى امينو اسيد. الامينو اسيد راح تتحرر من عتة الدي ان اي، بالدي ان اي ايش موجودات عندنا شغلتين اللي هن البايريدين، والثاني شنو هو؟ الامينو اسيد البيورين. فواحد من عتن يبدا يتحرر لحد ما يوصل الزانتو هيك شيء، الاخير شيء الناتج مالته هو اليوريك اسيد. اوكي اليوريك اسيد المفروض هذا ينطرح خارج الجسم. مرات اليوريك اسيد الانتاج مالته قليل، بس الطرح مالته هواي، نفس الريت مال الميتابوليزم، نفس الهالف لايف، نفس تقريبا نفس الفكره. اوكي فبالتالي يصعد اليوريك اسيد بالجسم. ومرات لا، هو جاي الانتاج الخروج مالته طبيعي، يطلع من الجسم بس الانتاج مالته ازيد من الخروج مالته، يعني هذا البالانس. الجسم كله ماشي على مستوى البالانس، اذا زاد شيء عن شيء ما راح يصير خربطه. اوكي فالمفروض اليوريك اسيد اللي ينتج يطلع برا الجسم، اذا صارت هذه الخربطه هنا راح يصير الديزيز اللي هو الجاوت. اوكي الجاوت اكثر مكان ياثر عليه اول ساين الى وين تشوفوها؟ يعني ممكن تمرحله بالتوب، وين اشوفونه؟ بالفنجر، يا فنجر مع الهاند بلود فوت، بالفوت بالتب مالفوت التب الاصبع الكبير، اشوفه مرم واحمر، ويقول لك انا حتى ما اقدر اجرب شرشف على رجلي. اوكي تصير لي مخلصها كلها لحوم وكباب وهاي السوالف وفاصوليا والمقبل، شو اسمه هاي اللي ساعدوني بها العدس، وهاي السوالف بقوليات اوكي. وبعد وين يصير عندي يا جماعه؟ دكتور اللي يشربون الكحول. عافية عاشتي دكتور، اللي يصير جماعه الكحول الدرينكر. اوكي الدرينكر دول يزيد عندهم هذه النسبه. اوكي فالقاوت يجوا يا بين سفير بين، هو بنفس الوقت هو انفلاماتوري بروسس، لان اليوريك اسيد راح وين يترسب؟ يصير مثل الكريستل ويترسب بالارك، ايش اسمه، راح يصير بالكارتليج وال بالممبرين، هذا السينوفيال ممبرين والسينوفيال فلود وجماعته، فراح يصير له بريسبيتيشن هذا الاماكن، راح يسوي لنا انفلاماتوري بروسس، تجي الانفلاماتوري سيرا تصير تتخلص من عده، فيصير كل السفير بين فوق. فهنا اقدر استفاد من النانو ستيرويدال انتي انفلاماتوري بطريقتين، الطريقه الاولى انه اقلل الانفلاميشن، والطريقه الثانيه هو بين كيلر. اوكي استفاد من عنده يقلل البين. زين
بعد بما نستخدمه بالهدك قال لي طبعا باراستول هو الفيرست لاين لان هو احنا جنب احنا سايد افكت مالها توث ايك ياها افضل انالجيزي هاي تفيدكم بالبيت ياها افضل انالجيزي تعطيه اذا واحد جاك عنده اسنانه مأذياته يلا وينهم دكتور الاندوميثاسين اندوميثاسين بعد غير الاندوميثاسين دكتوره واحد افايلبل دائما البروفين غيرهم البروفين يشتغل بس هو اكو واحد المين يعني شوفوا الشغل مال تاع التوث ازيد من غيره اللي هو الميفانيميك اسيد البونستان اوكي فاذا جاكم واحد من هالكم عاده هي هذا الخبطه اللي تروبل يطوها جماعه الاسنان اللي هو الفلاجيل البونستان ومرات تطون وياها اوغمنتين طبعا ها تسال لازم تسال على السايد افكت مالته خلي بالك سايد افكت العفو وتسال اذا عندك كونترا انديكيشن هذا العلاج راح نحكيهم بالاخير كونترا انديكيشن اذا هذني ما موجودات تقدر انت تصرف بونستان اللي موجود اللي هو 400 ملي جرام تقريبا اوكي 1 باي 2 الباك ايك والمنسترال كرام اللي هو المنسترال سايكل يسمونه ديسمينوريا شنو معنى مصطلح الديسمينوريا يا شباب دكتور البين اللي يصير خلال ام سي بالضبط البين فول منسترال سايكل اللي هو عاده مرات ذن يصير خصوصا اليانج ايج اللي هي ذن 12 14 فيرست منسترال سايكل يصير عندها الم فيشخص انه على اساس كانه ما جاي الم زائده اوكي تيبيكال مال ابندسايتس فيصير بيناتهم شو اسمه يعني يصير خبط انه احتمال هذه الزائده بالحقيقه تسالها بعدين تطلع انه منسترال هيستوري يطلع هو هذا التايم مال المنس مالته اوكي فيجي ديسمينوريا الفيرس انالجيزيا بالديسمينوريا هو همينه البونستان اوكي الميفانيميك اسيد كلش شغال وكلش فعال بالاضافه للبولتارين وجماعه اللي شغاله اوكي تبقى يعني حسب نوع الشركه المصنعه الكولد اند فلو خصوصا بالبيدياتك ايج جروب يستخدمون البروفين بروفين شراب بروفين سيراب يستخدمونه جماعه التونسلايت تسعتهم الم وهاي يصير مرات يستخدمونه لهم مفيد بس طبعا لازم نذكر بان انه كونترا انديكيتد شنو الكونترا انديكيشن له شنو السايد افكت مالته لان خلينا بان كل علاج وشنو دراج انت رياكشن ثلاث شغلات لا تنسون اذني لايف سيفن يعني فيتال ميستيك انه انت ما تعرف كونترا انديكيشن وتعطي له فيتال ميستيك انه انت ما تعرف شنو السايد افكت وتعطي له فيتال ميستيك ما تعرف دراج انت رياكشن اوكي هذه ما يحتاج لها قانون يتشرع اوكي الانتي بايوتيك افكت اللي هو نستخدمه كمخافضات للحراره الاسبرين سكونترا انديكيتد ان تشيلدرن اندر 20 ييرز هم يعرفون يعني طبعا اكو ناس فعلا هو توصل 20 ييرز وهو كلاسيفيكيشن مالته وذن تشيلدرن ايج جروب كيف هذا كلاسيفيكيشن كله صحيح اوكي يعني هذول صنفوا الكلاسيفيكيشن فكلش يفهمون اوكي يقول لك الاسبرين كونترا انديكيشن بالاطفال اللي هم اقل من 20 سنه اوكي وواحد يارد يقول لي شنو السبب انه اعطي الاسبرين وبيا مرض خصوصا انا مكتوبات كلهم بس اريد واحد يشرحها لي دكتور السبب راي سندروم اللي هي سبب سبلينو مقالي اند هيباتو مقالي بالتشيلدرن وصلت دكتوره بعد تكمل الموضوع اي بعد التشيكن بوكس والانفلونزا لما يصير عندهم ينطي اسبرين اريد واحد يشرح لي الريس سندروم اريد يشرح لي الريس سندروم الباث فيزيولوجي مالته ياخذ فول مارك تفضل سلام ورحمه الله ابو الحبيب ممنون صار الزحمه شكرا جزيلا اريد واحد يشرح لي الريس سندروم يشرح لي الريس سندروم الى درجه يتوهي سوالمنج شوفوا العام كانت طالبه بالمرحله الثالثه راح اشرح انا الريس سندروم طبعا لان جولدن موجود العام كانت طالبه مرحله ثالثه شرحت لي الريس سندروم كان حضوري شرحت لي الريس سندروم خجلتني بالمعلومه اللي عندي انا اوكي يعني حسيت نفسي قدامها كلش صغيرون حسيت نفسي كلش ما اعرف بالمدرسه المقارنه بيها وهي طالبه ثالثه اوكي هذه المفروض تقدس هاي اللي راح اصير طبيبه ناجحه اوكي فالريس سندروم يا شباب انه هذه مشكله تصير الهيباتيك فيلر يصير مصير هيباتيك فيلر تعرفون التوكسيك سبستانس وين يصير الفلتريشن مالت المواد السامه وكلها وين يصير الفلتر مالتها بالليفر اوكي اللي هو هسه المواد اللي تاكلها وهاي الاشياء اللي تاكلها الاكل كله راح يتحول جليكوز اكيد ويا بكتيريا ويا توكسيك سبستانس وهواي اشياء هذا راح يصير لها فلتر بالبورتال فين تدخل الماء للهيباتيك الهيباتيك يفلترها ويصعدها عن طريق الهيباتيك فين للسوبيريار فينا كيفا العفو الانفيرير فينا كيفا بعدين لرايت اتريوم وتمشي بالسايكل مالت لحد ما توصل للبرين عن طريق الكاروتيد ارتريز هذه المواد اذا ما مصفاه وكلها توكسيك سبستانس راح يسوي لنا هيباتيك انسيفالوباثي هذا يصير بالريس سندروم ولهذا السبب يقول لك انه الاسبرين يعتبر كونترا انديكيشن بالاطفال اللي عندهم
chicken pox. اكو اسبرين يسمونه اسبرين اطفال اذا سامعين بي هذا يختلف. اوكي هو يسمونه اسبرين اطفال ترى بس ما يستخدم للاطفال. اوكي chicken pox ايه واحد يداز رساله chicken pox هو بخريان فعلا اللي هو جذر الماء بس اذا تقول للمراجع جذر الماء يضحك عليه يقول شنو جذر الماء تقول له بخريان هاي قلت هذا فك الحظر خلي يصير بينا بخريان هو يدري راح يصير رئيس لان يدرم هواي. اوكي يا شباب واضح لحد هنا اكو احد ما واضح عنده شيء خليه يرفع ايده تمام السلايد اللي ورا هذا ما صار زحمه الانتي بليتلت افكت هذه كلش مهمه يعني تعتبر بالام اي جماعه الام اي اللي عندهم ام اي تعتبر الفيرست تايم اوكي تنقذ مريض احتمال دائما اذا سامعين وحاطين بالطوارئ هاي الفتره بالسيشنات اذا تنزلون للطوارئ خصوصا طوارئ تركيا راح يشوفون الام اي على فلس فتسمعون دائما هذا المريض كبروه شنو كبروه هذول اللي يجون ام اي مال كارد انفكشن يكبرونهم اسبرين وترامال بلاسيب هاي السوالف بلابكس واحد من هو الاسبرين اللي هو الانتي بليتلت فكلش مهم اوكي عاده اللو اسبرين دوز مرات الاسبرين يستخدم كبروفيلاكسس ومرات لا الاسبرين يستخدم كتريتمنت اوكي واحد جاني ام اي استخدم الاسبرين كتريتمنت نطيت 300 ملغ الحبايه هم 100 ملغ فنطيت ثلاث حبايات وما تقله بلحن يعني تاخر الابزوربشن مالتي شو تقله تقله قرطها انقرض اوكي على مود الابزوربشن مالتي وين اخذتها يمكن دكتوره زينب سابلينجوال اوكي بالاورال كافيتي تعرفون انه الاورال كافيتي هايلي ريتش بالبلاد فازلز الابزوربشن مالته يصير اسرع قبل يدخل للسيستميك ماكو هيباتيك فيرست باس ميتابوليزم ما يوصل للليفر قبل يروح للسيركوليشن اوكي فالاسبرين مستخدم جرح يعني يا اما تريتمنت اللي هو ثيرابيوتيك دوز اللي هو 300 ملغ يا اما بروفيلاكسز اللي هي 575 ملغ هو يعتقد من اهاليكم جاي ياخذون اسبرين خصوصا بالشعب العراقي هواي كلش ياخذون الاسبرين اوكي فمرات احنا وين نستخدمها بالثرومبوامبوليك ايفنت اللي هو طبعا كل مثلا ثرومبوامبوليك ايفنت اللي تسمع كلمه ثرومبوامبوليك اللي هي تشمل كارد المايوكارديال انفاكشن تشمل الام اي وجماعتها كلهن وتشمل الستروك وجماعتها يعني الستروك هم بها اقسام اكو ترانسينت واكو هاي السوالف بس انت من تسمع ثرومبوامبوليك معناتها خثره تصير باي مكان ممكن تصير باللور لين بالليكس وجماعتها تصير بالامعاء تصير باي مكان تصير بالسبلين ويشيلون السبلين كيف بالثرومبوامبوليك ايفنت واضح يا شباب تمام دكتور واضح دكتوره تقول ما فهمنا الريس سندروم دكتوره الريس سندروم شنو مبدا الريس سندروم مبدا الريس سندروم يا دكتوره انه راح يصير شو اسمه عاده يطون يصير انفكشن هي طبعا شو اسمه اكزاكتلي ميكانيزم مالتها لحد الان نوت اندرستود وهاي ترى من الطب هو اوف انون ميكانيزم بس شافوا انه وراء الاختبارات والدراسات شافوا الناس اللي هم عندهم تشيكن بوكس او الفيرال انفكشن بشكل عام من ياخذون الاسبرين راح يدخل عندهم هيباتيك فيلر بس هيباتيك فيلر ما كافي على مود اقول عليها ري سندروم الري سندروم بها كرايتيريا واحده من الكرايتيريا مالته انه الهيباتيك مو صار بيه فيلر وبعد ما راح يصفي السموم وهاي المواد السامه شو يسوي يوديها المن يوديها للبرين دايركت هذه مواد سامة للبرين فما راح يستقبلها راح يصير توكسيكيشن فهذا يدخل بحاله يسمونها انسيفالوباثي اوكي من الممكن ان يجي لك فاقد الوعي النوم مالته متخربط ينام بالنهار ويقعد بالليل اوكي طبعا هسه كلها جاءت هيباتيك انسيفالوباثي على هاي الحسبه فهواي اشياء اوكي الكلام مالته مخربط كل شيء مخربط عنده يعني داخل برين ايش اسمه برين فيلر اذا صح الكلام اوكي دكتوره واضح نعرف إذا واضح إذا دكتورة ولا على العموم إذا ما واضح نعيد نهاية المحاضرة. أوكي يا شباب. فإحنا خلي بالنا إنه الأسبرين يستخدم أكو بروفيلاكسس. البروف كلمة بروفيلاكسس هي نفسية إذا تذكرون استخدام الدراجز. إحنا مو قلنا ثيرابيوتيك وتريت تريتمنت وبريفينشن ودايجنوسيس. تذكرون هذا الكلام. إيه دكتور. البروفيلاكسس هو نفسية العفو البروفيلاكسس هو نفسيته تحت مصطلح البريفنشن اوكي انا من اريد اسوي بريفنشن هو بروفيلاكسس معناته زين الاسبرين بي سايد افكت اكيد بي سايد افكت وراح نحكي عن السايد افكت مالته شباب عندي سؤال هم يعني خلينا نسالكم بي الانتي كوغلانت بشكل عام سواء الاسبرين او غير الاسبرين
اللي هن الباقات. الانتي كوغلين تذوب الخثرة لو تمنع تكوين الخثرة. تكوين الخثرة دكتور؟ تمنع تكوين الخثرة. يعني إذا واحد صار عنده خثرة، هذا السؤال دائما تنسألون عليه بالجراحة وجراحة الصدور بالباطنية، أوكي، إنه الأنتي كوغلين بشكل عام سواء الأسبرين أو غير الأسبرين هو يأكل أنتي كوغلين مالته، كل شو هاي الوارفرين وجماعته والهيبارين، ذني كلهم شيء سوون هم يمنع عن تكوين الخثرة، ما يمنع عن الخثرة اللي صارت، الخثرة اللي صارت صارت وراح تصير لنا مشكلة بعد انتهت القوي، أوكي، ذني شيء سوون يمنع عن الخثرة بعد ما تصير أزيد من هذا. هي شلون الميكانيزم مال الخثرة تصير؟ فشيء سمبل ترى، إنه هذا البلد بزنس مرات يصير بيه إنجري، يعني واحد يأكل دهون هواي، واحد عنده ديابيتس، واحد عنده هايبرتنشن، يصير إنجري بال، تعرفون البلد بزنس منين متكون؟ من ثلاث طبقات، اللي هو أول بداية تونيكا ميديا اللي هو بالوسط، تونيكا أدفنتيشيا اللي هو الخارج، تونيكا إنتيما اللي هو بالداخل، أوكي؟ فتنظر بوحدة من البلد بزنس يصير إنجري، راح تدخل بها الدهون، تجي تبلعها المايكروفيج. كل هذا بالمحصلة النهاية راح يصير شلون مثلا تدشي اكسبوز، يعني البلد فيزز عادة ملساء ما بيها اي شيء، تمنع التساق اي شيء عليها، راح تجي تقعد بليت لها شوية شوية كبرت الخثرة لحد ما صارت لكن طفرت من عندها امبولاي الامبولاس وسوت ان هذه المشكلة، تسوي لها ام اي، تسوي لها ستروك وغير. اوكي يا شباب، اكو شيء واضح لحد هنا؟ تمام دكتور. زين، الأسبرين راح نحكي عليه دكتورة إنه reversible أو irreversible. بالنسبة للبريغنانسي راح نحكي عليه دكتورة، بالنسبة للأسبرين هسه راح نحكي عليه بآخر المحاضرة. البريغنانسي مرات نستخدم low dose أسبرين بالبريغنانسي، بما تسامعين أكو مثلا خالاتكم أقاربكم عماتكم خواتكم مرات يستخدمون أسبرين أو هيبارين، وأكو خطية يستخدمون هذا الشي اسمه اللو مولكولار ويت هيبارين اللي هو الانكسوبارين، بحيث انه خطيه هي من فتره الحمل لحد ما تولد تلقى جسمها كله مطقع من قد ما تاخذ من ذن مواعات الدم. مين يستخدمونه؟ ها عندكم فكره ولا لا؟ شباب يستخدمونه الحاله يسمونها ال انتي ثرومبوليتيك، ما جاي تحضر انتي ثرومبوليتيك او هيك شيء، الانتي فوسفوليبيد سيندروم. العفو، انتي فوسفوليبيد سيندروم انه هذا شو يصير؟ هي هو انه الميكانيزم يقولون انه اوتو اميون، تجي تصير خثره وين؟ بالبلاسنتا، بالبلد فيزوس مال البلاسنتا. شايفين انتم البلاسنتا بها بلد فيزوس توصل للجنين، فصير هذه الخثره بالبلد فيزوس، بالتالي يموت الجنين، صارت اسقاطات متكرره. اوكي، سبب هذا قاموا يعطوها، شافوا انه هذه الخضره لازم منها، قاموا يعطونها جذن مواعات الدم الاسبرين والهيبارين وجماعته، فذن يقللنها، اوكي، يقلل هذه الخضره حد ما يوصلون السابع للثامن على مود تجيب سنان. اوكي، بعد اكو حاله عندنا يسمونها البريجنسي اندوس هايبرتنشن اللي هو اكلامسي وبري اكلامسي، وانا قلت للدفعه اللي قبلكم يمكن وصلنا مرحله خامسه ما ادري ايش قد، واحنا نسمع بالاكلامسي بالنساء والبري اكلامسي وما نعرف شنو الاكلامسي والبري اكلامسي. اوكي، فانت كلش حلو انك تدخل تروح رابعه وتدخل بالسيشن مال النساء وتسال الدكتورة شنو بريك لامسيا اللي قلت لك ابو الخامس، مرات اكو يوصلون للسادس وما يعرفوها، يتخرجون وما يعرفون كلامسيا ولا بريك لامسيا. اوكي، وانت مرحله ثالثه وتعرف يعتبر انجاز له. شباب دكتور اي دكتور، تكون حامل تكون حامل وضغط عتها؟ ضغط عتها هو هذا المكان، بس هي شنو الكرايتيريا؟ دكتور ساعتها سيجر بسبب الضغط، دكتور الادرار مالتها يكون بيروتيك ورد عالي. ورد اللي قال السيجر ورد. هذا شو يسمونه دكتور؟ هسه نجيها وحده وحده. البريجنسي ديوس هايبرتنشن اللي هو بري اكلامسيا، مرحله قبل الاكلامسيا، الاكلامسيا خلوها بين قوسين هي فت. اوكي، فت بالنسائيه فقط هذا المصطلح يطلق. اوكي، بالنسائيه بالحامل. خوش، خلينا البري اكلامسيا، خلينا الاكلامسيا فت. بري اكلامسيا مرحله ما قبل الفت، شو يصير عندهم ذولا؟ ذولا هو هم اوف انون ميكانيزم، اكو ثيوريز لها تفسر هذه القضيه بس مو كلها معتمده. اللي يصير عندهم كرايتيريا، مريه حامل وتجيك عندها صداع وعندها الم بباطنها خصوصا على الكبد مالتها، ولعبان نفس وتقيه وزاد الوزن مالتها. خوش، شيكت الضغط مالتها لقيتها 180، انت لحد هنا تمام، هذا مرتفع الضغط مالتها. شو تدسها بعد؟ تدسها سيرم فور البومين، العفو يورين فور البومين، تلقى البروتين مالتها كلش هواي طالع، البومين هواي باليورين. اذا كلينيكال فيشر مالتها الم بطنها، لعبان نفس، تقيه صداع، الضغط مالتها صاعد، اكو البومين باليورين مالتها. اذا الكرايتيريا جمعه سميناها بري اكلامسيا. اذا ما عالجتها ونزلت الضغط مالتها وتقعد يقعد الطبيب يمها قاعده،
اوكي وتشيك الضغط كل نص ساعه كل ربع ساعه لحد ما ينزل الضغط مالك، راح تدخل بها مرحله الاكلامسيه تشمر هاي، واذا شمرت واحده من الانديكيشن انه هي حتى لو بشهر السابع لازم افتح بطنها واولد بعد ماكو حل. اوكي واضح يا شباب؟ واضح دكتور. خلي يرفع ايده يدزلنا على الشات ايش دكتور، بس عندنا الكراتيريا مال البريكلامسيا، المرأة حامل عادة بالسكند أو الثيرد ترايمستر، يعني شنو السكند أو الثيرد ترايمستر؟ يعني من الشهر الخامس فما فوق. أوكي؟ خامس سادس هاي الأشهر. إيش تجي هذه عدتي؟ تقول لك صار عندي لعبان نفس تقية وعندي ألم ببطني وخصوصاً على جهة الكبد، على الجهة اليمنى. أوكي؟ وشوف وزنها زاد بحيث هي تلقاها كلها مليانة ماي. أدسها تشيك الضغط مالتها قبل تفكر بالبريجنس تاكو هايبر تنشن. تشيك الضغط مالتها لقيتها مرتفع. دزيتها تكتب جنرال يورين فور البومين راح يجي لك تجي لك بالتحليل مثلا هل جدعتها بلس واحد بلس اثنين. اوكي هاي الكرايتيريا مالتها تتعامل وياها حسب الحال. واضح؟ واضح دكتور. زين انما استيراد الانتي انفلاماتوري لها استخدامات خصوصا التوبيكال يسمونها توبيكال، يعني مثل الشغلات الجلديه بالانتي انفلام كاستخدام انتي انفلاماتوري او كانالجيزيا. مثلا كانالجيزيا هل عنده مثال؟ وصلنا لاعبين الطوبة الجماعة اللي يلعبون طوبة. ها؟ الإصابات الرياضية هاي الفولتارين والبخاخ مال الفولتارين وجماعته هاي السوالف هي من استيراد الأنتي إنفلاماتوري. هاي العصارات خصوصا هاي العصارة اللي بنخليها مثلا على إيدك إذا بها ألم وهاي تحس أكو بوخة بجسمك تطلع وتطلع بإيدك حرارة وهيك شيء شايفيها هاي كل مستخدمها تقريبا. أوكي عفية موف بالضبط موف هي هاي دكتورة هي هاي فيها فولتارين نسبة فولتارين أكو فيها 50 ملي جرام أكو 30 ملي جرام العفو جرام. أوكي فهذا التوبيكال يوز مالتها. سالسيليك أسيد شنو سالسيليك أسيد دكتور؟ هو نفسية الأسبرين. أسبرين مرة سألت في القاعة دكتورة قلت شنو سالسيليك أسيد، واحد قال لي فيتامين سي، أنا بقتها بلعتها ما رتق إلا قدام المرحلة. أوكي فيتامين سي سالسيليك أسيد هو الأسبرين. اوكي يا شباب كيراتوليتك شنو كيراتوليتك؟ معنى كلمه كيراتوليتك فسخوها تفسيخ، شكوليتك معناها يحطم الدواء بالقرنيه. قرنيه يحطم. اها مو القرنيه، القرنيه لان اكو ناس تعرف انه الكورنيا الموجوده بالعين التقرن التقرن اللي هو الكيراتين، تعرفون انه هو منين ينفرز الكيراتين؟ من الابيديرمس من الخلايا الفوق اللي هو بروتين نوع كيراتين. اوكي فهذا مرات ينمو ازيد من اللازم. وين تصير هذه الحاله؟ تصير بالكورن اللي هم دول العتم. شو الكورن؟ ها دكتور هذا المسمار لحمي ما ادري شنو. لا ترجمونها بداحت الاعزاز عليكم، بس واحد يقول لي هي شنو دكتور؟ مسمار مات لحم. مسمار مال لحم. عافيه مسمار مال لحم. شايفين ايش قد مؤذي الناس قد تعاني من عده. زين الوارت او الوارت شنو؟ فالوب. فالوب اوكي. والكالس يا شايف الكالس وين يصير دكتور؟ هاي الاشياء اللي تصير من يعني اذا شخص يقعد لفتره طويله او شيء يبقى اثار. منو اللي يقرا من عندكم يقرا متربع؟ هو متربع. اكو ناس تقرا هو يتربع يقعد يتربع ويقرا. الناس اللي قاعد يتربع ويقرا باعوا رجلكم راح يشوفون فتشي تخين. هو هذا الكالس. اوكي الناس همين اللي يصلون هواي، الناس النساء اللي يشتغلن دائما عاده يجلفن وهاي وعلى ركبهن همين ذني. اوكي واضح يا شباب؟ هو هذا الكالس. إذن إيش يسوي هو الكالس؟ شنو الوارت وجماعته؟ هو أغلب شيء كيراتين يصير over 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 protection of كيراتين، فأسوي له كيراتو لايسس كيراتو لتك العفو. الوراء السلايد راح نأخركم إحنا لسنس ثلاثة أربعة وقتنا راح بالأركين. السايد إفكت مالتها هذه عليكم، لأن هو السايد إفكت أنت تجي تقعد بينك ما بين نفسك باستثناء سنتر النيرف، بس كله من الباث فيزيولوجي تقدر تطلعها. جي اي تي تقدر تطلعها من الباث فيزيولوجي، الكيدني، وحتى احنا جبناها من الاسئله. اللانج يمكن اغلبكم جاوبوها، واذا مو كلكم جاوبوها على الباث فيزيولوجي. اوكي حكينا على السايد افكت بالاسئله بس جاوبتوها على الباث فيزيولوجي، وهذا دليل على انه اكو ناس فاهمه المحاضره. واضح يا شباب؟ فذن الباث فيزيولوجي بس اطلاع عليهم يجي من عندنا اشياء بسيطه، بس الاشياء اللي حكينا من ميكانيزم اوف اكشن. السلايد اللي وراه هنا عندنا هاي مهمه كلش وتستفادون منها انتم.
شباب اللي واحد عنده جي اي تي جاسترو انتستينال افكت راح يصير عنده من الاسبرين، شلون اقلل او من الستيرويد الانتي انفلاماتوري، شنو الطرق على مود احمي هذا المريض؟ اول بدايه انه الستيرويد الانتي انفلاماتوري يكون اخذها وانا اكل او ورا الاكل، اوكي، لان احنا عرفنا الباث فيزيولوجي مالته شلون تسوي. اوكي يا شباب، خذينا الباث فيزيولوجي وعرفنا شلون الستيرويد الانتي انفلاماتوري تقلل البروستاجلاندين، ماكو بروتكشن تصير الالسر. فهذا الشيء شلون اقلله؟ عده ثلاث شغلات اقلله بهم او اربع شغلات. واحده من عندهم انه انت تاكل تاخذ من الستيرويدال او ورا ما تخلص الاكل مباشره. الشغله الثانيه تاخذ اللي هو الاتش 2 ريسبتر انتي اجونست اللي هن او البروتون بام انهبيتر، يعني الراينيتيدين وجماعته الامبرازول وذني جماعه سامعين بهم. اوكي، الشغله الثالثه انه اكو يسمونها انتركويتد فورمولا. شنو انتركويتد فورمولا؟ يعني هذه تعبر تعبر الاستومك وين تتحرر، تتحرر بالامعاء الدقيقه. الامعاء الدقيقه تعرفون هي الكلاين، مو اسيدك، الاسيدك بس بالاستومك. اوكي، فالمشكله انه حتى لو قلل البروستاجلاندين بالامعاء القليله، حتى لو قللت البروستاجلاندين السكريشن مالتها هو عباره عن الكلي. اوكي، الكلاين موجود بي، فما اخاف من عنده، ما راح يسوي لي انسر. واضح هاي النقطه؟ كل حد ما واضح حد؟ زين، ومرات لا نستخدم اللي هو السلكتيف من الستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز اللي حكينا عليها تقلل سايد افكت اللي هو السيلوكوكس والجمال. بس هذه وين مشكلتها؟ انه مشكلتها غاليه عاده ما نشوف. فاحنا نقدر نستخدم شو اسمه، نستخدم بروفين يمكن 500 دينار، يستخدم وياه امبرازول 500 دينار ب 1000 دينار يطلع المريض الوضع يسيطر عليها، احسن ما تستخدم السيلوكوكس ب 10000 او 8000 على اقل تقدير. اوكي، زين، سلايد ورا ذني مهمات يجن بالامتحان كيسات، شك وشي احكي يجي كيس، الاسئله راح تجي كلها كيسات بعد على القانون الجديد. اوكي، هاي اذا بقينا بالفرع تمام. اوكي، فشك وشي نحكي داخل المحاضره يجي، شك وشي نحكي فكرته حاطينها داخل المحاضره يجي، اسي ام سي كيو كيس اي شيء، اهم شيء الفكره مالته موجوده بداخل المحاضره. البريغنانسي كل من الستيرويد الانتي انفلاماتوري تقريبا تعتبر كاتيجوري سي، راح تاخذون بالنسائيه العلاجات يقسمونها كاتيجوري اي اللي هو السيف تعطيها لاي واحد تقريبا تنباع بالصيدليات، بس احنا عندنا بالعراق كل شيء كل الكاتيجوري تنباع اللي هو مثل البراستول والفلاجيل وجماعته اللي هو يسمونها باي هاند، اي واحد يقدر ياخذها. اوكي، واكو لا الكاتيجوري بي اللي هو مسوي مثل على الحيوانات وما مسوي على الانسان، كاتيجوري سي الكاتيجوري دي اللي هو كونت انديكيتد ما تقدر تطبق. اوكي، فالنن ستيرويد الانتي انفلاماتوري هي تصنف از كاتيجوري سي خصوصا بما بالفيرست اند سكند ترايمستر، يعني اول سكند او الفيرست ترايمستر، يعني اول ثلاث اشهر من الحمل، ثاني ثلاث اشهر من الحمل، يعني اول ست اشهر كلها. زين، يقول لك هذه بالسكند ترايمستر، بينما بالثيرد ترايمستر تعتبر كل النن ستيرويد الانتي انفلاماتوري كاتيجوري دي. يعني شنو؟ ما اقدر اطيح. يا ليش ما اقدر اطيح النن ستيرويد الانتي انفلاماتوري درايس؟ هذه تجي. شنو السبب اللي يخليني ما اطيح النن ستيرويد الانتي انفلاماتوري درايس؟ النن ستيرويد الانتي انفلاماتوري درايس يسوي لنا حاله يسمونها بولمينري هايبرتنشن. شنو بولمينري هايبرتنشن؟ زياده الضغط الرئوي. شلون يصير الضغط الرئوي زياده الضغط الرئوي؟ انتم تعرفون اول ما الطفل بداخل الرحم شلون يشتغل السيركوليشن مالته؟ من عليه من محتمته هو على الرايت فينتريكول وعلى الليفت فينتريكول وعلى اليمين. شباب ما كلام الطفل بالانترايوتراين لايف الطفل ما عنده لانج اصلا، ما كلام. اوكي، ما موجوده رئه موجوده العفو بس مو شغاله. اوكي، فالدم من يطلع من الرايت فينتريكول يدخل البولمينري ارتري. اوكي، يوصل لللانج يلقى اللانج مسدوده قدامه بعدها مو شغاله، قال انا انترايوتراين. فايش يسوي؟ يسوي شفتنج للبلاد. منين يسوي له؟ من البولمينري للايورتا. الايورتا هو السيستميك اللي طالع من الليفت فينتريكول. بين الايورتا وبين البولمينري اكو داكت، هذا الداكت نسميها داكتس ارتريوسس اللي هو توصل الدم منها وتودي. زين، هذه الداكت تبقى مفتوحه لمن؟ تبقى مفتوحه لحد اسبوع ورا الولاده على مود تحافظ على الضغط الرئوي ويبقى ضمن الطبيعي. اذا اعطيت النن ستيرويد الانتي انفلاماتوري درايكس راح يسوي له بري ماتور كلوجر اوف داكتس ارتريوس، يعني انسداد هذه القناه قبل الولاده، وبالتالي من راح يطلع الطفل راح يزداد الضغط الرئوي. واضحه؟
واضحة؟ أحد ما واضحة؟ عيدها دكتور. بعد أكو أحد ما واضحة؟ شباب الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. الرايت فينتريكل إيش تطلع من عنده؟ يطلع من عنده البول من الأورتا. والليفت فينتريكل إيش يطلع من عنده؟ يطلع من عنده الأورتا. أوكي. الرايت فينتريكل يطلع البلاد يأخذه لللان بالإنسان الطبيعي اللي هو وراء ما ينولد. بس بالإنتراي وتراي اللايف اللان بعدها ما مفتوحة. فالبلاد يوصل للبول يوصل لللانج يريد يمشي لمكان ثاني لازم يوصل الجسم محتاج هذا البلاد. يعبر للأيورتا. أكو قناة بيناتنا من بين الأيورتا وبين البولنا يسمونها ديكتس أرتريوسس. أوكي. هذه ديكتس أرتريوسس مرات وراء الولادة تستمر أسبوع وتنسد ومرات تستمر إذا استمرت فترة طويلة سميها بيتل ديكتس أرتريوسس. طبيعي بالإنسان الطبيعي وراء أسبوع تنسد. من أطنين السيرويد الأنتي إنفلاماتوري راح أسد لي هذه القناة. من سدت لي هذه القناة سوت لي بولمينر هايبرتنشن. ليش بولمينر هايبرتنشن؟ هذا لازم أحكي على رسم يلا تفهمونه. وما له هيك يعني ثيوري. واضح يا شباب؟ ترى هاي مفيدة جدا. يعني انت تخيل عندك واحدة من اقاربك اوكي هلقى بالشهر حامل وشفت انه مرة خاطئ واحد طبيب طوارئ مثل بعض الناس اللي راح تتخرج مثلا هي ما بانية حياتها على مبدا اوكي فهذا شو تتوقع مثلا؟ شوفوا ترى للمعلومة يعني اللي يبني حياته على خطأ من بداية راح تستمر على خطأ للأخير. أكو ناس بنت حياتها خطأ بالكلية على غش وعلى هاي سوالف كون على ثقة كان يروح يلزم كول معقم خدج معقم اللي هو الأطفال محد يهمهم بس الله هو أوكي يطلع إنه يروح يخلي رأسه على المخدة وينام بالكول يطلعون الصبح يلقون عنده 3-4 أطفال ميتين أوكي وتخيل ذول 3-4 أطفال. أكو ناس ورا 16 سنة ورا 20 سنة يلا جاي هذا الطفل بسبب المدلل يروح هذا اللي بدح حياته خطأ. على العموم فانت تجيك وحده من اقاربك تجيك وحده اوكي كاتبين لها علاج او هي تريد علاج مثلا صار عندها فيفر صار عندها صداع فانت مو راح تقول تفلت ايش اسمه من السترويد الانتي انفلاماتوري دراكس ويجي هذا المسكين بول مينر هايبرتنشن واذا بول مينر هايبرتنشن بالعراق معناته يموت يفرحون بي اول شهر شهرين ثاني ثالث شهر يموت يعني انت كافله اوكي. نفس الوقت واضح هاي المعلومه ولا مو واضحه يا سيف ان الطبيب اللي برجنسي سي لان السيرويدات كلها لا تطونها بالبرجنسي من الفيرست تريمستر اول ما تبدي تتنسل حد ما تولد اوكي لا تطوها ايش تطونها واحده اجت مصدعه مسخنه ايش تطوها راستور اوكي للسخونه وللصداع مثلا اذا اجت مثلا عندها الم قوي كلش ما نعطينا السيرويدات انتي انفلاماتوري ايش نعطي نقطة ترامال نقطة الأوبيوت تعتبر سيف الترامال بالبريغنس أوكي أوكي دكتورة نعيد مو مشكلة دكتورة بالنسبة للنانستيرويد الأنتي إنفلاماتوري بالبريغنسي عندنا الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل. الرايت فينتريكل يطلع من عدة البولميناري البولميناري أورتي والليفت فينتريكل يطلع من عدة الأيورتي لأن بياناتهم قناة مرتبطة بياناتهم بداخل الحياة الطفل من هو بداخل أمه على مود تسوي ميكسنج للبلاد تسوي دم شو اسمه تجمع الدم الأكسجينيتد والدي أكسجينيتد ويوصل للطفل فد نسبة معينة يستفاد منها كي هذه القناة المفروض ما تنسد لحد وراء الولادة حد ما يبدي ياخذ نفس الطفل وراها بأسبوع تبدأ الرئة تشتغل ويقل الضغط مالتها يلا ذيك الساعة تنسد هذه القناة ولكن شو يصير مرات لولا من نطيهم من الاسترويد الأنتي إنفلاماتوري تنسد هذه القناة إذا انسدت هذه القناة راح يزداد الضغط بداخل الرئة كيف يموت هذا الطفل؟ هذا الجزء الأول. بالنسبة لللاكتيتنج، شنو اللاكتيتنج؟ كنا مريا المرضى. الموس أوف نين استيرويد الأنتي إنفلاماتوري شو تسوي لنا؟ شو تسوي؟ شنو البيلوروبين؟ شو تعرفون عن البيلوروبين؟ طلائب البيلوروبين؟ بيلوروبين دكتور. ها؟ وشنو المتعارف عليه باسمي ايش عندنا؟ البيلوروبين اللي يزداد جندس دكتور جندس يسوين جندس اللي هو شو يسمونه عندنا بالعامي البصار البصار عشرية شو يسوي لنا السيرويد الأنتي إنفلاماتوري شباب البيلوروبين من تتكسر كليات الدم الحمر سلسلة هالقداتها من نالبات ما تخلص يطلع من عندها آخر شيء هو البيلوروبين. البيلوروبين ينقسم إلى قسمين الكونجوكيتد
وين الكونجكيتد الاضافي. شنو الكونجكيتد؟ اللي هو نفسيته الدايركت. شنو الانكونجكيتد؟ اللي هو الاندايركت. شو يقصد بالدايركت وشو يقصد بالاندايركت؟ الدايركت اللي هو يذوب بالماء، موجود بالبلاط الذائب بالماء اللي هو ليبيد سول الووتر سولبل، هذا يطلع عن طريق الكليه، ما عندي مشكله. مشكلتي وين انا الكبيره؟ كبيره مشكلتي انه هذا الاندايركت اللي هو ليبيد سولبل. من اقول ليبيد سولبل يعني هذا شكو بايو لاير فوسفوليبيد ممبرين يقدر يخترق بكل سهوله. وانا عندي مين اخاف؟ اخاف من البلد برين بارير، اذا عبره وين يروح؟ يدخل دخل الدماغ. اذا دخل الدماغ راح يقعد بشيء يسمونه البيزل جانجليا، والنهايه مالته شيء يصير عنده الطفل، يصير عنده كرنكترس. وثلاث ارباع المخابير اللي بالعراق هم من شغلتين، يا اما بالصاره ما معالجينه صحيح، مخلي له ثوم او زوري لو طماطم مشويه مراسه، لو من الهايبوثايرويدزم كونجنتال هايبوثايرويدزم. اوكي، ثلاث ارباع الاطفال بسوا هاي يطلعون مخابير. اوكي، فانا مشكلتي وياه بالانكونجكيتد. الله سبحانه وتعالى اعطى الجسم هذه الخاصيه انه يتخلص من الانكونجكيتد، السواله ربطه ويا من؟ ويا الالبومين ويا البروتينات الموجوده. اوكي، فايش يسوي لك هذا الالبومين والش اسمه والبروتينات اللي موجوده؟ تخليه لحد ما ظل لازمته، لحد ما الكبد شويه يخف عليه الحمل ويبدي كسره ويطلعه. زين، انا من اعطيني النسترود الانتي انفلاماتري شو يسوون؟ دكتور يعوف الالبومين، الالبومين يعوف البليروبين ويتشلب بيمن، يتشلب بيمن السيرود الانتي انفلاماتوري. اوكي، البليروبين ظل براحته، هذا الاندايركت يصعد للبرين يصير عنده كم كرس. هذا سوي كونترا اندكيشن. يقولون طول شو اسمه الابروفين، البروفين والاندوميثاسين والنابروكسين وجماعتهم مو كلش مهمات هاي. اوكي، بس ركزوا على هذه المعلومه، لان هذا الخط الجو لا تعتمدون عليه، هاي سيف بالبريجنسي اللي يكتبها لي معناته مو حاضر المحاضره ولا سامحها. اوكي، فمن القى واحد مجاوب على هذا الاساس ديت الساعة هذا مستحق الصفر، معناته ما حاضر كل شيء ولا سامع شيء. اوكي، فهسه شنو هو بالبريجننسي؟ ما نطي باللاكتيتن، ما نطي. زين، السلايد اللي وراه خلص، واخر سلايد ثاني. ها، هاي الساعة قالت الدكتورة ريفيرسبل ون ريفيرسبل، هذه مهمة. الأسبرين قليل يستخدم كأنتي إنفلاماتري، قاموا يستخدمونه أكثر استخدامات اللي هو أنتي بليتلت، شافوا أفضل. فأنت ما قبل كانوا يستخدمون دائما الأسبرين للحرارة وهاي الشغلات، هسه قاموا يستخدمونه للأنتي بليتلت. وقلنا البروفيلاكسيس دوز إيش قد والثيرابيوتيك إيش قد، 325 300 325. نزيل الأنتي بليتلت الأسبرين شو يسوي له؟ إرفيرسابل إنهبيتر للسايكلو أكسجينيز. يعني شوف البليتلت الموجود بهذا السايكلو أكسجينيز وان، إذا تشلب عليه بي الأسبرين هذه ابتلت على نفسها البليتلت بعد ما يعوفها لحد ما تتكون بيتلة جديدة. ولهذا السبب هذه تجي، يجي هذا السؤال، إذا شخص يسوي له عملية أوكي ويأخذ أسبرين لازم إيش قد يقطع الأسبرين؟ دكتور من 8 لا من 9 إلى 10 أيام، قلت يعني تقريبا 10 أيام، من 7 إلى 10 أيام. ليش؟ على مود نيو بليتلة تصير، لأن يعني هاي البليتلة شكو بليتلة مرتبط بها الأسبرين، ها ما تشتغل بعد قعدتها الأسبرين. أوكي، الريفيرسال هذه ركزوا عليها. ها، واضحة؟ النستيرودال should be used in caution patient with asthma hypertension، وعرفناها. سو صوديوم and water retention. بهذا السبب جماعة إذا عندكم واحد من أهاليكم عنده ضغط لا تعطينا النستيرودال أنت إنفلاماتوري. ليش؟ يعني سوينا retention للصوديوم والووتر، هو الضغط مبدأ الضغط عليه من قام زيادة الملح والماس على الضغط. أوكي؟ السلايد اللي وراء هذا الجدول يلخص كل شيء، هذا الجدول يلخص كل شيء. شنو الاشياء اللي اعطيها بالبرجنسي؟ ليش ما اعطيه باللاكتيتنج ويمن؟ بالكارديوفاسكولار، بالاسما، نفس الكلام اللي حكيناه في المحاضره السابقه هو راح ينعاد بهذا التقرير. اوكي يا شباب، واضح هنا؟ خلصت المحاضرة. أكو أحد عنده سؤال؟ أكو أحد؟ إيه دكتور، أنا عندي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون دكتور؟ شلون صحة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. العفو دكتور، أنا طبعًا ما كنت حاضر بالمحاضرة، كان عندي ظرف والدتي تخربطت وكنت بالطوارئ. مصطفى سيد التسجيل. Stop record. قال لي مبارك.